السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد وشكرا. استبعدت مصادر إعلامية سعودية نية فريق الهلال السعودي لكرة القدم بالتعاقد مع الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله بعدما فسخ النصر السعودي عقده من جانب واحد بسبب إخلاله ببعض بنود العقد. وحسب المصادر نفسها فإن الهلال السعودي لا يرغب في حدوث مشاكل داخل غرفة الملابس بسبب سوابق الدولي المغربي المعتزل مع فريقه السابق النصر. وأضافت المصادر ذاتها بأن توفر زعيم كرة القدم السعودية على العدد المسموح به من الأجانب ساهم أيضا في عدم التفكير في التعاقد معه، وخلق ابن أولمبيك أسفي الجدل بصورة له رفقة البليهي مدافع الهلال السعودي، وهي صورة تم التأكيد عليها من طرف المدافع الهلالي بأنها صورة مصالحة بينه وبين حمد الله بعدما كان اللاعبان قد اشتبكا في مباراة سابقة جمعت الفريقين دوية. أعلن النجم المغربي الكبير عبد الرزاق حمد الله رغبته في الاستمرار مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر. ومساء الثلاثاء الماضي أعلن نادي النصر فسخ عقد حمد الله صاحب 31 سنة بسبب سلوكياته المشينة، وذلك بعد 3 سنوات ونصف مع الفريق الأول لكرة القدم، سجل خلال لها 115 هدفا رسميا. والمهاجم المغربي انضم إلى قلعة العالمي في صيف 2018 قادما من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الريان القطري. وفي خطاب رسمي ووفقا للإعلامي الرياضي ماجد الأحمري، أرسل محامي حمد الله خلال الساعة القليلة الماضية خطابا إلى إدارة النصر برئاسة مسلي المعمر. وكشف الأحمري في تغريدة عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة تويتر على أن الخطاب تضمن رغبة حمد الله في استكمال عقده مع النصر حتى نهايته في 30 يونيو 2022. إذن ماذا يريد حمد الله من هذا الخطاب الرسمي إلى النصر؟ هناك احتمالان وراء هذا الخطاب الرسمي المثير للجدل والموجه من الهداف المغربي إلى نادي النصر، وهما: أولا عشقه الحقيقي لنادي النصر وعدم تصديقه الرحيل عن الفريق، ثانيا تأمين نفسه قبل الدخول في معركة قانونية مع النصر أمام الفيفا. والنصر يطالب حمد الله بدفع قيمة الشرط الجزائي في عقده والبالغ 84 مليون ريال سعودي، خاصة أنه قام بتصرفات مشينة لإجبار الإدارة على الاستغناء عنه. وقد يكون حمد الله أراد إرسال خطاب رغبته في البقاء من أجل تأمين مستقبله أمام الفيفا بإثبات عدم قيامه بتصرفات للرحيل عن النادي، وبالتالي عدم دفع الشرط الجزائي.